السلام عليكم المتتبعين الأوفياء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأحوالكم طيبة وتكونوا كتدوزوا أوقات زوينة إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو كيفاش تبيني للراجل أنك كتبغيه بطريقة ذكية وبلا ما تحرجي راسك. بزاف منكم كيكونوا كيبغيو واحد الشخص ولكن ما كيعرفوش كيفاش يوصلوا هذاك الحب، كيفاش يوصلوا هذوك المشاعر، ما كيقدروش مثلا يمشيوا يقولوا مباشره لهذاك الشخص انا راه كنبغيك ولا راه انا كنحس بشي حاجه من جهتك، فكتبقى عندك هذيك المشاعر لداخل وما كتعرفش كيفاش توصلها والطريقه باش غادي توصلها. فهاد الفيديو غادي نعطيك الطرق او يعني الحاجات اللي غادي تعاونك باش انك توصلي الحب ديالك لهذاك الراجل بطريقه ذكيه وبلا ما تحرجي راسك وبلا ما تنقصي من القيمه ديالك. الا كنتي انت من النوع اللي ما تقدريش تقولي للراجل كنبغيك هكا مباشره وباغي توصلي ليه هذاك الاحساس ولكن ما عرفتيش شنو خاصك ديري، اول حاجه تقدري ديريها انك تبقاي تجامليه. كيف ما كتعرفوا حنا كبشر كيعجبنا اللي يمدحنا، اللي يجاملنا، اللي يقول فينا الكلمه الزوينه، اللي يهضر على الايجابيات اللي فينا وعلى المحاسن اللي فينا، وكيعجبنا دائما اللي تيكبر بينا واللي تيقول فينا الكلمه الطيبه وتيطلع علينا المعنويات. فانت ملي تكوني كتبغي واحد الراجل وما قدرتيش تقوليها ليه، احسن طريقه غتبقاي ديريها باش يحس انك كتحسي بشي حاجه من جهته انك تبقاي تمدحيه وانك تبقاي تقولي ليه الكلام الزوين في حقه وانك تبقاي تفتخري بيه. مثلا ملي يدير شي حاجه في حياته، شي انجاز، شي نجاح، مثلا طلع كراد في الخدمه ديالو، نجح في شي كونكور، بدل طوموبيلته، شد شي ديبلوم، المهم دار شي حاجه في حياته، دار شي انجاز في حياته، فهنا انتيا غادي تحاولي تفتخري بيه وتكبري بيه وتباركي ليه وتحسي بانه راه دار واحد الانجاز كبير وبانك فخوره انت بهذاك الانجاز. يعني كطلعي ليه الكراد كيف ما تنقولوا حنايا، كطلعي ليه المورال وتطلعي ليه الكراد، كتحسي بانه راه سيدي ومولاي وبانه يعني استحق كل حاجه زوينه وبانه انسان مقد ومسؤول، المهم كطلعي ليه المعنويات. فكتبقاي تطلعي ليه المعنويات وكتطلعي ليه المورال بالكلمات، يعني برافو عليك، انا فخوره بك، صراحه ما عندي ما نتسالك، هادشي اللي درتيه ما يديروش اي واحد، هذا دليل على انك كابابل، هذا دليل على انك واحد الانسان عندك الاراده والعزيمه قويه، شخصيتك قويه. المهم تطلعي ليه المعنويات وتتمدحيه وتتخليه يحس بانه هو السبع. فالراجل ملي كتبقاي تعاملي معاه بالطريقه وكتهضري معاه بهذا الاسلوب، فاوتوماتيكمون راه كيحس باللي انت راكي كتبغيه وباللي كتكني ليه شي مشاعر لداخل ديالك. وحتى ملي كتبقاي تمدحيه وتجامليه وتقولي فيه الحوايج الزوينين، كتزيدي كتعطيه الثقه في النفس وكتزيدي كطلعي ليه المعنويات، وهذا الشيء راه اي راجل كيتمناه واي راجل كيعجبو بحال هذا الشيء. هذا كلنا اصلا كيعجبنا هذا الشيء هذا. فملي كتكوني انت واحد الانسانه اللي كطلعي المعنويات لهذاك الراجل وكتحسيه بالقيمه ديالو وكتعطيه واحد الثقه في النفس، فاكيد غادي يرد البال بانك انت ربما كتحسي من جهته بشي حاجه اولا انك كتبغيه، فكيولي رد باله معاك بشويه بشويه، غادي يولي يفهم بانك انت راكي كتبغيه. فهذه طريقه غتعاونك باش تاثري الانتباه ديالو وتخليه يحس بانك كتبغيه بطريقه غير مباشره وذكيه. الحاجه الثانيه اللي غادي تساعدك انك تبيني ليه باللي كتبغيه بطريقه ذكيه ولا ما تحرجي راسك، انك تشاركي معاه الامور اللي كتعجبه. مثلا هذاك الراجل كتعجبو الكره، كيبغي يتفرج في الكره، وانت ما عندكش مع الكره نهائيا، ما كتحمليها، ما كتقبليها. مثلا واحد النهار غادي يلعب تلعب واحد الفرقه، هو كيتبعها كيشجعها، وعرفتي انت داك الماتش غادي يكون في الساعه الفلانيه، غتمشي تانتي وغادي تفرجي في هذاك الماتش وغتبقاي تواصلي معاه وتقولي ليه مثلا انا راه كنتفرج، راه ماركاو بيت، راه ضيعوا داك البيت، راه المهم بحال اللي كتواصلي معاه وانت كتفرجي، اولا تا كيسالي كاع داك الماتش ولا في الشوط الاول ملي يسالي تقولي ليه بان لي الشوط الاول صراحه لعبوا مزيان ولا خصهم يديروا هكا ولا كان عليهم ما يضيعوش هذاك البيت. المهم انت كتحسي بحال راكي مهتمه انت بهذاك الماتش، ولا مثلا ملي غيسالي هذاك الماتش غادي تعيطي عليه وتقولي ليه باللي تعطي الراي ديالك انت في هذاك الماتش. المهم تتحسي بانك وليتي حتى انت كتهتمي بالكره، فهاد القضيه غتخليه يقول كيفاش هاد السيده ما كانش عندها مع الكره ودابا ولات كتفرج وكتشجع داك الفريق اللي انا كنشجعه. فهنا غادي يدورها في راسو، غادي يقول واقيلا السيده راه كتبغيني ولا راه السيده كتحس بشي حاجه من جهتي وما قالتها ليش وكدير هادشي باش انا نفهم راسي.
اولا مثلا هو من النوع اللي كيتصنت للغربي وانت من النوع اللي كتصنت للشرقي، فجأة وليتي انت كتصنت لدوك الاغاني الغربية، وليتي كتصيفطي ليه بعض الاغاني من هذاك الستيل اللي كيتصنت له هو، وكتقولي ليه هاد الديسك غادي يعجبك تصنت ليه، اولا كتعزلي واحد العدد ديال الاغاني انت عارفة غادي يعجبه وكتصيفطيهم ليه، كتقولي ليه مثلا هالجديد الاولى دابا في الغربي. المهم كتحسي بانك وليتي انت كتصنتي الاغاني الغربية، يعني ما بقيتيش كتصنتي غير الشرقي. اولا مثلا انت من النوع اللي كيعجبك تمشي للبحر وهو كتعجبو الطبيعه، ولا جاب الله مثلا كنتو خارجين وقال لك فين بغيتينا نمشيو وتقولي ليه يلا نمشيو للطبيعه، انت عارف كتبغي البحر ولكن مجرد ان قلتي ليه يلا نمشيو هاد المره للطبيعه ونجلسو ونشربو قهوه تما ولا نتغداو تما، فهو اوتوماتيكمون غادي يقول كيفاش هادي كيعجبها البحر ولا جلسه هكا قدام البحر. دابا ولات بغات تمشي للطبيعه حيت عارفه انا كتعجبني الطبيعه، داكشي علاش بغات تمشي معايا ليها، يعني قضيه فيها ان صافي كيولي يفهم من خلال هاد التصرفات، كيولي يفهم انك انت كتحسي بشي حاجه من جهته. ملي كتولي كتختاري الحاجات اللي كيبغي اولا كتشاركي معاه في الحاجات اللي كيبغي، فاوتوماتيكمون كيفهم بانك انت راكي كتحسي بشي حاجه من جهته، وهذه طريقه انت هي غتعاونك باش توصلي لهذاك الاحساس بطريقه غير مباشره وبلا ما تحري راسك، وفي نفس الوقت بلا ما تبقاي انت كاتمه داك الشعور في قلبك وما عندكش شي طريقه اخرى باش توصليها ليه. فكما قلت لك هذه الطريقه راه هي وطريقه غير مباشره وراها كتوصل الاحساس للراجل اللي انت كتحسي من جهته بالحب. الحاجه الاخرى اللي غتساعدك باش انك توصلي المشاعر ديالك والحب ديالك لواحد الراجل بلا ما تقوليها ليه هكا بشكل مباشر وتحرجي راسك، انك تحاولي تخرجي معاه في شي نزهه. مثلا هكا تكونوا دايرين شي موعد وتكونوا خارجين تمشيو شي بلاصه تتقهواو فيها تغداو فيها تمشاو، المهم ديروا شي اكتيفيتي، مثلا انت باغا تقضي شي حاجه يمشي يعزل معاك يختار معاك. المهم هذيك الخرجه المغزى منها ان ملي كتكوني مع واحد الشخص ماشي بحال لما كما كتكونيش معاه، مثلا تلاقيتي معاه وخرجتي معاه ودوزتي معاه عشيه ولا دوزتي معاه نهار، ماشي بحال لما كتشوفيه ما كتخرجي معاه ما كتجلسي معاه، يعني هذاك اللقاء وهذيك النزهه اللي غتكونوا خارجين فيها غتعاونك باش انك توصلي ليه بزاف ديال الاحاسيس بطريقه غير مباشره، غير الطريقه باش كتشوفي فيه مثلا، طريقه باش كتبتسمي، طريقه باش كتاملي ليه في عيني، طريقه باش كتهضري معاه، دوك الاحداث اللي كتعيشوا مع بعضياتكم تضحكوا تتنشطوا كتهرسوا داك الروتين ديال الحياه اليوميه. هذيك الجلسه في حد ذاتها وديك الخرجه راه كتعطي واحد الشعور زوين للطرف الاخر، يعني كيمشي للدار كيبقى يفكر فيك، كيفكر شنو تقاولتو الحاجات اللي ضحكتوا فيهم، داك النشاط مثلا اللي درتوه مع بعضياتكم ولا ديك البلاصه اللي مشيتو تساريتو فيها بجوجكم. المهم هذيك النزهه ولا ديك الخرجه كتخلي عنده واحد الانطباع زوين، خاصه الا كنتي عرفتي كيفاش تستغليها وكيفاش تعيشي معاه كل ثانيه وكل دقيقه، تعرفي كيفاش تخلي انطباع زوين عليك ملي تفارقي انت وياه، يعني ملي كل واحد يمشي بحاله تكوني خليتي واحد الانطباع زوين في الذاكره ديالو، يعني تكوني يعني خفيفه على القلب، تكوني نشيطه، تكوني ضحوكيه، تكوني يعني عارفه كيفاش تهضري، عارفه كيفاش تصرفي، باش ملي تفارقوا كتكوني خليتي عنده واحد الانطباع زوين، وبالتالي كيبقى يقول لي يمكن هاد السيده داك التعامل اللي دارت معايا وداك الوقت اللي عطاتني وداك التصرف اللي دارت في ديك اللقطه يمكن راه كتبغيني، يمكن راه كتحس بشي حاجه من جهتي، فكيولي يفهم مع الوقت بانك راه كتبغيه، يعني هداك الخرجه كتعاونك بطريقه او باخرى انك توصلي دوك المشاعر ديالك، ماشي بحال كاع بنادم فقنت وانت فقنت وكتبغيه غير من بعيد وانت ما تقدريش تقوليها له وما كتلاقوش وما كتهضروش وما كتخرجوش ودوك المشاعر بغيتي يفهمهم، ما عمره ما غادي يفهمهم الا ما كانش يعني مثلا كما قلت لك فرصه انكم تخرجوا وتجلسوا مع بعضياتكم باش بطريقتك انتيا تحاولي توصلي دوك المشاعر بشكل غير مباشر. فما كاين ما احسن من انك تلاقي معاه وتجلسي معاه وتحاولي كيف ما قلت لك تخلي واحد الانطباع زوين عليك، باش هكا يقدر يفكر ويفهم بانك راكي كتبغيه غير ما قدرتيش تقوليها ليه. من الامور كذلك اللي غادي تساعدك باش تبيني المشاعر ديالك لواحد الراجل والحب ديالك ليه بلا ما تقوليها ليه نيشان، انك كتفتحي ليه قلبك. مثلا الحاجات اللي كيديرونجيوك، الحاجات اللي ما كيعجبوكش، الحاجات اللي انت كتخافي منهم، كتبقاي تفتحي ليه قلبك وكتبقاي تعاودي ليه وكتبداي تناقشي معاه في نظرك مثلا انا هذا الموضوع كيخلعني باش تنصحني،
نعطيك غير مثال، مثلا انت باغا دوزي البيرمي وباغا تعلمي السوكان ولكن كتخافي من السوكان، عندك فوبيا، وتقولي لي انا راه باغا ندوز بيرمي وباغا نسوق ولكن راه كنخاف، راه عندي فوبيا، نصحني شنو نقدر ندير باش نتخلص من الفوبيا؟ كيفاش انت تغلبتي على الخوف مثلا نهار اللي بغيتي تاخد البيرمي ونهار اللي بديتي كتسوق؟ مجرد انك كتعاودي ليه هذا المشكل وكتطلبي منه هو انه يلقى معك الحل او لا انه يساعدك، فكيبدا يقول لي علاش اختارتني انا من دون الناس باش انها تقول لي هذا المشكل ولا باش انني انا نعاونها. فهنا بحال بطريقه غير مباشره كتبيني ليه بانه واحد الشخص اللي مميز عندك، ولا كتحسيه بشي حاجه من جيتو اللي خلاك انت ارتحيتي باش جيتي قلتي ليه داك المشكل وبغيتي يلقى معاك الحل. اولا مثلا انت باغا تاخدي واحد القرار في حياتك وقلتي لي مثلا واحد القضيه انا بغيت نديرها في حياتي وبغيت نستشر معاك، بغيت الراي ديالك، شنو بان لك واش ندير هذه الحاجه ولا ندير هذه الحاجه؟ اعطيني الراي ديالك انت. راه مجرد انك كتجي عند داك الراجل وكتقولي ليه انا بغيت نستشر معاك، انا بغيت الراي ديالك، فهنا راه كيبقى يقول مع راسه ايوا مادام جات لعندي وبغات الراي ديالي وثقت فيا، الا راه كتحس بشي حاجه من جهتي، حيت راه ما يمكنش انت بقيتي تعيتي ومشيتي عنده هو بالضبط بغيتي تستشري معاه وكيهمك الراي ديالو وغديري به. فهاد الطريقه حتى هي راه كتعاونك باش توصلي ليه المشاعر ديالك بطريقه ذكيه وبطريقه غير مباشره، يعني ملي كتخوي قلبك عليه، ملي كتشكي عليه، ملي كتعاودي ليه مثلا مشاكلك، ملي كتعاودي ليه المخاوف ديالك وكتطلبي منه الحلول وكتطلبي منه النصائح وكديري بهم. هاد الطريقه حتى هي راه فعاله وكتخلي الراجل يفهم او لا يحس بانك كتبغيه وكتكني ليه شي مشاعر ومازال ما قدرتيش تعترفي ليه بهم. من ضمن الامور كذلك اللي غتساعدك باش توصلي الحب ديالك والمشاعر ديالك لواحد الراجل بلا ما تقوليها ليه وبلا ما تحرجي راسك، وفي نفس الوقت غادي يفهم بانك راكي كتبغيه، نهار كتعطيه اولويه في حياتك. كيف ما كتعرفي اختي حنا كاملين كيكونوا عندنا اولويات في الحياه، كاين اللي عندها قرايتها اولويه في الحياه، كاين اللي عندها خدمتها اولويه في الحياه، كاين اللي عندها السفر اولويه في الحياه، كاين اللي عندها الفلوس اولويه في الحياه، كل واحد فينا عنده أولويات في الحياة. فملي كتحاولي تحسسي داك الراجل أنه تا هو من ضمن الأولويات ديالك في الحياة، فهنا كيعرف بأنك كتكني ليه واحد الشعور بأنك كتبغيه. نعطيك مثال، انتي دابا عندك سفرية باغا تسافري وهو عارف بأنك باغا تسافري، ولكن هو جاتو مرضى على غفلة ولا جاتو شي مشكل على غفلة، وليتي انتي انيوليتي هذاك السفر وليتي بقيتي على قبله باش توقفي معاه في ديك المحنه ولا باش تطبطبي عليه ولا باش تزوريه. فمجرد انك كتانولي انت واحد الحاجه على قبله، مثلا سمحتي بداك السفر على قبله، فهنا اوتوماتيك مو كيعرف بانه كيسوى شي حاجه عندك او بانك كتبغيه. عطيك مثال واحد اخر، دابا كتكوني مثلا شي مرات باغا تمشي تغدي داركم حاطين الغدا باغا تمشي تغدي، وكيكون هو كيهضر معاك في التليفون وكيسمع مثلا اختك ولا امك ولا خوك اجي تغداي، كتقولي لي راه الدار كيعيطوا عليا باش نمشي نتغدى، كيقول لك صافي صافي غير سيري تغداي من بعد نهضروا، وهو مثلا عنده شي مشكل وكتقولي ليه انت لا لا صافي ماشي مشكل انا حتى من بعد نتغدى ولا ندير شي حاجه كما كانت غير كمل لي المشكل ديالك. هنا كي مجرد انك انت سمحتي في داك الغدا وما مشيتيش تغدي وما بغاتش اصلا ديك الماكله تدوز لك وهو عنده مشكل وجالسه كتكملي معاه الهضره، فملي غيسالي معاك داك المكالمه غادي يفهم بانك انت راكي كتحسي بشي حاجه من جهته، حيت داك الاولويه اللي عطيتيه باش جلستي تصنطي ليه وتشاركي معاه الهموم ديالو وما مشيتيش انت تغدي، فهذيك في حد ذاتها راه انت عطيتيه اولويه وهذاك دليل على انك تحسي بشي حاجه من جهته غير ما كتقوليها ليش. اللي كديري بحال هاد الامور لانك تعطيه اولويه في حياتك، انك تعطيه وقت وانك تضحي، انك تصبري، انك تسمحي في شحال من حاجه مثلا على قبله، فهنا كيعرف بانه كي كتحسي بشي حاجه من جهته بانك كتبغيه. من طبيعه الحال انا ماشي كنقول لك تخليه اولويه يعني صافي تخلي حياتك كامله وتبقاي مقابله غير هو، لا، غير زعما كيكون واحد كاين شي امور اللي تقدري مثلا ديري هو في الرتبه الاولى ومن بعد ترجعي ديري ديك الحاجه، بحال دابا الماكله كيف ما قلت لك، يعني تقدري تسمحي في ديك الماكله تهضري معاه، ملي تسالي معاه الهضره راه غتمشي تاكلي من بعد، فهمتي؟ يعني شي امور اللي يقدر انك تسبقيه هو عاد من بعد انت ديري ديك الحاجه، ديك الساعات راه هو كيحس بانك راكي كتبغيه، حيت راه ما يمكنش تعطي اولويه لشي واحد وانت ما كتبغيش. الحاجه الاخرى اللي تقدر تساعدك وتعاونك انك تبيني للراجل باللي كتبغيه بلا ما تقوليها ليه وفي نفس الوقت ما تحرجيش راسك،
هي ملي تكون هي ملي تصيفط عليه مثلا شي كادو، كتستغل ليه شي مناسبة، عيد ميلاد ديالو، راس العام، عيد الحب، الا لا من غير كاع شي مناسبة. انتي هكا رشقت لك كتشدي شي كادو، كتعرفي شي حاجة باغيها باغي يشريها اولا كتعجبو، كتنوضي انتي كتشريها كتصيفطيها ليه اولا كتعطيها ليه. هذا في حد ذاته راه تصرف كيدل على انك كتحسي من جهته بشي حاجه وبانك كتبغيه، حيت ما يمكنش انت غتنوضي تكلفي وتقاتلي باش انك تشري داك الكادو وتصيفطي وغير هكاك. مادام انت يعني حاولتي تفكري في هذه القضيه وتشري كادو وتشوفي عاد الكادو بالضبط اللي غيعجبو اللي غادي يفرحو، هذا في حد ذاته تصرف ما غديروش شي وحده الا كانت كتبغي داك الراجل وكتحس بشي حاجه من جهته. فهاد القضيه ديال الهدايا حتى هي راه كتعاون، خاصه ملي كتكوني انت عارفه اشنو هو باغي اشنو محتاج وكديريها ليه مفاجاه وكتشري ليه ديك الحاجه، فاكيد هو من تيدورها في راسو تيدورها في دماغه تيولي يفهم بانك انت راه كتبغيه، داكشي علاش كديري ليه بحال هادوك التصرفات، وداكشي علاش كتشري ليه دوك الهدايا، وداكشي علاش كتفاجئيه بديك الطريقه. بطبيعه الحال ملي كنقول عاوتاني الهدايا راه ماشي غتمشي تكلفي راسك وتمشي تسلفي وما عرفت شنو باش تجيبي ليه كادو، على قدك على قد المستطاع ديالك، حاجه بسيطه بعض المرات راه كتسوى عندنا الكثير، يعني غير 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 وريضه الا شريتيها وعطيتيها لبنادم، غير شكلاط، غير اي حاجه كما كانت، يعني لو جيست كي كونت. ملي كتفكري بنادم كديري معاه واحد الجيست راه كيكون ساوي غير بسطام وغير ستيلو واي حاجه، المهم انت داك السيد عرفتي كيبغي واحد الحاجه ولا باغي يشري واحد الحاجه اولا انت بنت لك واحد الحاجه اللي رمزيه، شريها وديريها ليه كادو عطيها ليه، راه داكشي حتى هو كيخلي الطرف الاخر يفهم ويحس بانك راكي كتبغيه ولا بلي كتكني ليه واحد الشعور غير ما قادرش انك تقوليها ليه. وهذه طريقه ذكيه وفي نفس الوقت كتوصلك للهدف ديالك اللي هو انك تبيني لذاك الشخص بانك راكي كتبغيه بطريقه غير مباشره. من ضمن الامور كذلك اللي غتعاونك باش انك توصلي ليه المشاعر ديالك لهداك الراجل بلا ما تقوليها ليه وبلا ما تحرجي راسك وفي نفس الوقت بطريقه ذكيه، ملي كتهتمي بالصحه ديالو مثلا، الا كان هو من النوع اللي ما كيديرش سبور وشفتي مثلا بانه كيلهات ولا كرشو يعني كبيره ولا غادي للسمنه، ولا كتبداي تنصحيه دير سبور، تمشى، سير لاصال، تريني، دير السباحه، راه غتنفعك، راه غتعاونك، راه هذاك الشيء مثلا الا بقيتي غادي بحال هكاك الله يستر غتمرض. يعني مجرد انت كتراعي الصحه ديالو وخايفه عليه وكتنصحيه شنو يدير، فهو راه كيفهم بانك كتخافي عليه، ومادام كتخافي عليه يعني راه كتبغيه. ولا الا كان من نوع مثلا هو اللي كيكمي ولا كيشرب وكتقاتلي معاه باش تحيدي ليه الكارو باش تحيدي ليه الشراب وتقولي ليه مثلا راه ماشي في مصلحتك هذاك الشيء، راه غدر راسك وراه فلوسك تضيع، اولا كتحاولي مثلا انت تشجعيه انه يقطع هذاك الشيء، ولا كتحاولي تعمري ليه الفراغ ديالو باش انه ما يكميش، المهم انت كتراعي ليه الصحه ديالو، كتحاولي تحيدي ليه الحوايج الخايبين من حياته، اولا كتنصحيه بالحوايج اللي غادي ينفعوه في حياته. فهذا دليل على انك كتخافي عليه وبانك كتبغيه، حيت ما يمكنش انت واحد الانسان ما كيعني لك والو في حياتك وغتجي غتخافي عليه ولا غتبغي ليه مصلحته ولا غتخافي ليه على صحته. فالراجل ملي كيشوفك انت كتهتمي ليه بالصحه ديالو وكتنصحيه وكتخافي عليه وكتقولي ليه ما ديرش هادي، دير هادي، دير سبور، قطع كارو، دير لا مارش، كل مثلا هاد الحاجه راه غتنفعك في صحتك وما تاكلش هاد الحاجه غتضرك في صحتك، ملي كيشوفك انت مهتمه بصحته وخايفه عليه فكيقول واقيلا هاد السيده هادي مادام هي خايفه عليا حتى لهاد الدرجه راه كتبغيني، يعني كتولي تدور لي في دماغه هاد القضيه ديال راه كتبغيني. بالتالي انت راكي كتوصلي للمبتغى ديالك وكيولي كيفهم مع الوقت بانك كتبغيه، وبالتالي انت كتكوني ما حرجتيش راسك وفي نفس الوقت وصلتي الميساج بطريقه ذكيه. من طبيعة الحال كاينين بزاف ديال الطرق باش انك توصلي للراجل الحب ديالك ليه من غير ما تحرجي راسك وبطريقه فنيه وذكيه، ولا بقيت نهضر عليهم كاملين ما غيجي عاوتاني الفيديو طويل. انا حاولت نعطيك غير الطرق اللي كتكون يعني سهله، هادشي دابا اللي قلت راه ساهل وتقدري ديريه وتقدري تطبقيه.
الطرق الاخرين كاينين اللي غيقدروا يطبقوهم، كاين اللي ما غيقدروش، كاين اللي يصلح ليها، كاين اللي ما يصلحش ليها. دونك الا طبقتي غير هادشي اللي قلت في الفيديو، فراه هادو كافيين باش انك توصلي المشاعر ديالك لواحد الراجل بطريقه ذكيه وفنيه، وبلا ما تحرجي راسك وبلا ما تحشمي، وراه هو غادي يفهم الميساج وغادي يفهم بانك كتبغيه وبانك معجبه به. فراه الا كان كيبان لك نفس الشعور حتى هو وكتعجبيه، راه غادي يقولها لك. ما كنتيش كتعجبيه ولا ما كيبادلكش نفس الشعور، راه غادي يبينها لك. حيت هادشي كامل مشيتي حتى طبقتيه، اي راجل غادي يفهم بانك كتحسي من جهته بشي حاجه وبانك كتبغيه. ديك الساعه كتبقى الكره عنده هو، الا هو باغيك راه غادي يفتح لك الطريق، الا هو ما باغيكش راه غادي يبينها لك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.